صرخ الطفل بحرقة: أبي، إنهم يحاولون نزع القرآن مني. ركض الرجل نحو الجندي الروسي يحاول أن يسحب منه القرآن خوفا من تدنيسه، لكن رصاصة الظالم كانت أسرع. مشهد ترويه الكاتبة الشيشانية هايا توركو من مأساة الإنغوش والشيشان على يد السوفييت. بعد الحرب العالمية الثانية، قرر جوزيف ستالين ترحيل الشيشان والإنغوش عقابا لهم على تعاونهم مع الاحتلال النازي بعد انشقاق بضعة آلاف من الجنود الشيشانيين عن الجيش الأحمر. الشيشان والإنغوش شعبان مختلفان، لكن كان يكفي أنهما مسلمان ليصدر في حقهما معا قرار التهجير. أصدر مسؤول الشؤون الداخلية السوفيتي لافرينتي بييرا الأمر بتهجير الشيشان والإنغوش إلى جمهوريتي كازاخستان وقيرغستان الخاضعتين للاحتلال السوفيتي. فانطلق الجنود ليلة 23 من فبراير عام 1944 يدقون أبواب البيوت ويمنحون أصحابها مهلة ساعتين للمغادرة. في ظروف بالغة القسوة حشد الأهالي في عربات كبيرة، قطارات مهيئة لنقل الدواب كدست فيها الأجساد فوق بعضها بعضا حتى قضي على الآلاف اختناقا. تروي الكاتبة الشيشانية هايا توركو: غادر الناس بيوتهم تاركين موقد النار مشتعلة، وإبريق الشاي لم يبرد بعد. تركت المواشي حينئذ تنتظر الراعي، وتركت الخيول تنظر إلى فرسانها وهي تحشد في قطارات الموت. الحزن خيم على الأنعام وغطى الخذلان هيبة ذلك المكان. مداخن البيوت ما زالت تتوقد، وأبواب المنازل ما زالت مفتوحة، فاستوطن المكان كل ما هو قبيح: الموت والحزن والنفي والهجرة، الكآبة والمواشي الجائعة. كل مظاهر الموت حلت في تلك الأرض بعدما هجر أهلها. جرى ترحيل نحو 334,000 شخص خلال اليوم الأول من العملية، وبحلول غرة مارس من العام نفسه هجر 480,000 شخص تقريبا، 387,000 منهم شيشان وواحد وتسعون ألفا من الإنغوش. بعد أن انتشر الشيشان في مناطق المنفى اعتبروا مستوطنين خاصين، إحدى المصطلحات السوفيتية للإحالة للمهجرين من أراضيهم الأصلية المحرومين من أي حقوق سياسية أو اجتماعية. حشدوا في معسكرات جماعية ينهشهم الجوع والمرض على مدى سنوات قضى فيها الآلاف منهم نحبهم. بعد وفاة ستالين عام 1953 تولى نيكيتا خروتشوف حكم الاتحاد السوفيتي، وفي المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي عام 1956 قدم خروتشوف تقريرا أدان فيه جرائم ستالين وديكتاتوريته. مهد ذلك الطريق لرد الاعتبار لضحايا الحقبة الستالينية. وفي 1957 بعد 13 عاما من النفي بدأ الشيشان والإنغوش بالعودة التدريجية إلى أراضيهم.
وفي 1989 صدر رسميا قانون رد الاعتبار للشعوب التي تعرضت للقمع، ولا يزال الشيشان والإنغوش يعتبرون 23 فبراير يوم تغريبتهم الأليمة.